مشاهدينا الأعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة ببرنامج جوك، ويعني فقراتنا المتعددة، وراح نوصل اليوم تقريبا لآخر فقرة والفقرة الأهم. يعني زي ما الكل بلش يسمع، واللي ما سمع يعني راح يعرف حاليا بأنه إحنا على مشارف أول منخفض خماسيني راح يأثر على مملكتنا الحبيبة. تفاصيل هذا المنخفض ويعني مدى تأثيره، وهل في احتمال يرتفع تصنيف هذا المنخفض، وهل أيضا سيترافق مع رياح قوية كما يعني بدأ يشاع حاليا من يومين. معنا الآن على الهواء مباشرة المدير التنفيذي لموقع طقس العرب محمد الشاكر. محمد، الله يسعد هالصباح حبيب القلب. صباح الخير أسامة حبيبي، صباح الخير لك ولجميع الإخوة المشاهدين. الله يسعدك محمد. يعني على ما يبدو انه المنخفض الخماسيني القادم علينا، زي ما انا عم بشوف يعني عم بتابع الخرائط وعم بتابع يعني اكثر من محل من الناس اللي مهتمين بالطقس، على ما يبدو حيكون هذا المنخفض قوي محمد نوعا ما، صحيح؟ صحيح أسامة، طبعا بالبداية هذا المنخفض الجوي الخماسيني هو منخفض جوي خماسيني مبكر. للتذكير يعني بس سريعا، شو المنخفضات الجوية الخماسينية أو رياح الخماسين؟ هي جزء من مناخنا الأردني ومناخ بلاد الشام والبحر المتوسط، تهب بالعادة في الفترة ما بين 21 شهر 3، يعني تقريبا بداية الاعتدال الربيعي، وحتى نعم. العاشر من أيار. هاي الفترة هي 50 يوم، لذلك سميت برياح الخماسين. في بعض السنوات تبدأ هذه المنخفضات الخماسينية بالتشكل مبكرا، يعني لا يوجد قانون يحكم أنه يجب 21 أذار أن يبدأ الخماسين، قد يبدأ متأخر، قد يبدأ أو تبدأ هذه المنخفضات الخماسينية متأخرة مبكرة. هذه المنخفضات الجوية الخماسينية طبعا مميزة بأنها تبدأ بالتشكل تقريبا في السواحل الشمالية للقارة الافريقيه، يعني نواحي جنوب جبال الاطلس في الجزائر او حتى في ليبيا او حتى احيانا في عمق الصحراء الكبرى، وتتحرك بمحاذاه الجزء الشمالي بين القاره الافريقيه باتجاه جمهوريه مصر، تتمركز بالعاده فوق جمهوريه مصر كما هو الحال في اغلب المنخفضات الخماسينيه وكما هو الحال بالمنخفض الخماسيني القادم. ومن ثم هذه المنخفضات الخماسينيه تتحرك باتجاه شرقي البحر الابيض المتوسط. في العاده في مقدمات هذه المنخفضات الجويه الخماسينيه ترتفع درجات الحراره بشكل كبير ولافت، وتجلب معها ايضا الاجواء المغبره الخماسينيه الجافه، وتتبع بعد ذلك بعبور لكتل هوائيه بارده قد يكون احيانا مصدرها شرق وجنوب شرق القاره الاوروبيه، وبالتالي يحدث انقلابات جويه كبيره. كلما دخلنا في فتره فصل الربيع يعني في شهر 4 و5 بصير الحرارات او درجات حراره في مقدمه هذه المنخفضات الجويه الخماسينيه ترتفع كثيرا جدا، تصل احيانا الى مستويات 40 في بعض الحالات التي حدثت في السابق خاصه في بدايات شهر 5، وايضا تخف مقدار البروده التي تتبع بهذه المنخفضات الجويه الخماسينيه. خرائط الضغط الجوي الاخيره الوارده لدينا هنا يعني في طقس العرب تشير الى ان تقريبا هناك يعني منخفضا جويا خماسيا متمركز الان تقريبا الى الجزء الشمالي الغربي من جمهورية مصر. اليوم هناك رياح جنوبية غربية قوية على طول الساحل الشمالي المصري، وبالتالي أتوقع حدوث موجات غبارية في تلك المناطق من نواحي شمال الأراضي المصرية. في المملكة اليوم ما زلنا تحت تأثير مرتفع جوي، وبالتالي الأجواء اليوم مستقرة، ارتفاع اليوم ملموس على درجات الحرارة مقارنة عما كانت عليه يوم أمس. الطقس اليوم مشمس، درجات الحرارة اليوم كما شاهدتم معي صباحا يعني درجات الحرارة تكون تصل إلى حوالي 18-19 درجة مئوية. هذا المنخفض الجوي الخماسيني أسامة يتوقع أن يتحرك نحو ليتمركز شمال جمهورية مصر كما نلاحظ في هذه المنطقة، وهذا المنخفض الجوي يتمركز شمال مصر تقريبا مع ساعات نهار يوم غد الأربعاء. هذا المنخفض وبالتالي يعني يزداد تأثر المملكة بهذا المنخفض الجوي الخماسيني اعتبارا من هذه الليلة. هذه الليلة أسامة يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ يعني عما كانت عليه طوال الليالي الماضية، ربما تكون الليلة القادمة هي الليلة الأدفأ خلال فصل الشتاء الحالي، وهي الأدفأ منذ بدايات فصل الشتاء. ترتفع درجات الحرارة هذه الليلة وتكون ويكون الشعور بالبرودة الليلة القادمة أقل مما كانت عليه طوال الليالي الماضية. هذا منخفض الجو الخماسيني سيتمركز إلى الشمال من مصر، وبالتالي نتوقع
انه خلال ساعات هذه الليله ونهار يوم غد ان تسود المملكه ما يسمى بالاحوال الجويه الخماسينيه، وتتمثل بحدوث ارتفاعات ملموسه على درجات الحراره نهار يوم غد الاربعاء، والطقس سيكون دافئ في كافه مناطق المملكه، بل وسيكون حار نسبي في مناطق الاغوار والبحر الميت وخليج العقبه التي تتجاوز بها درجات حراره تلك المناطق يوم غد الاربعاء حاجز 30 درجه مئويه. ايضا الامر الاخر مميز بالطقس الخماسيني الجفاف، جفاف الاجواء، الطقس سيكون غدا جافا للغايه وانخفاض كبير في مدى الرؤيه الافقيه. والامر الثالث طبعا هو ازدياد تدريجي في نسب الغبار في الاجواء، وبالتالي الطقس يكون مغبر بشكل عام، وهذا من اهم مميزات المنخفضات الجويه الخماسينيه. اما يوم الخميس فيستمر تاثر المملكه في هذا المنخفض الجوي الخماسيني الذي يتوقع ان يمر بمحاذاه المملكه ويتمركز الى تقريبا فوق الاراضي السوريه بمشيئه الله تعالى. وفي ذلك الوقت يوم الخميس هناك تراجع متوقع في درجات الحراره بعض الشيء، ولكن يبقى الطقس خماسينيا، يعني يبقى الطقس دافئا نسبيا، يبقى الطقس مغبرا، ويبقى الطقس جافا. ولكن اسامه يتوقع مع ساعات مساء يوم الخميس على وجه التحديد ان يتعمق هذا المنخفض الجوي الخماسيني عند تمركزه الى الشمال من الاراضي السوريه، وذلك نتيجه تدفق رياح بارده قادمه من شرقي البحر الابيض المتوسط. وبالتالي الان سنشهد درجات الحراره، هذه اخراء درجات الحراره، اللون الاحمر ينوم على وجود درجات الحراره المرتفعه، والاخضر درجات الحراره المنخفضه. اليوم كما نلاحظ ان هناك تقع ما بين الكتلتين الهوائيتين وهي في مقدمه الارتفاع درجات الحراره، لكن نلاحظ غدا هذا اليوم هذه غدا نلاحظ اندفاع الهواء الساخن ليصل الى معظم مناطق بلاد الشام، وتصبح هناك ضمن تاثير الكتله الهوائيه الدافئه المرافقه لهذا منخفض الجو الخماسيني. يوم الخميس يعني تبدا هذه الكتله الهوائيه الساخنه بالتحرك شرقا مع مرور هذا المنخفض الجوي، ولكن كما تلاحظ اسامه هذا اللون الاخضر ينوم على اندفاع هواء بارد من شرقي القاره الاوروبيه باتجاه المملكه، حتى ان يوم الجمعه سنلاحظ ان اللون الاخضر وهو ينوم على درجات الحراره البارده يغطي كامل مناطق بلاد الشام، يندفع لهذه المنطقه، حتى ان هناك درجات حراره بارده جدا في المنطقه الشماليه لسوريا. هذا الامر باختصار سيعمل على تعمق كبير للمنخفض الجوي الخماسيني نهايه هذا الاسبوع، وبالتالي يدرس الان المعنيين في مركز عمليات طقس عرب في تصنيف المنخفض الجوي لنهايه هذا الاسبوع، قد يكون من الدرجه الثانيه وربما حتى قد يكون من الدرجه الثالثه هذا المنخفض الجوي بسبب ما معه من تبعات وظواهر جويه قد تكون حاده بعض الشيء مع نهايه هذا الاسبوع. طبعا ماذا يعني ذلك؟ سنتحدث عنه بعد قليل. الامر الاهم قد يكون في هذا المنخفض الجوي الخماسيني، وسبب ان هناك دراسه لتصنيف هذا المنخفض الجوي الخماسيني، هو شدة سرعة الرياح المتوقعة تترافق معه لاحقا عند تعمقه. فهذه طبعا الخرائط التي أمامكم تنم على وجود أو سرعات الرياح بشكل عام، اللون الذي يصل إلى الأصفر أو البرتقالي ومن ثم الأحمر هي الرياح القوية، يعني معنى آخر اللون الأصفر رياح نشطة، اللون البرتقالي هي رياح قوية، واللون الأحمر ينم على وجود هبات شديدة من الرياح. هذا يوم الخميس نهارا رياح جنوبية غربية تقريبا في كافة مناطق المملكة، رياح نشطة إجمالا مع بعض الهبات القوية خاصة في المناطق الشرقية من المملكة. نتوقع وجود أجواء مغبرة، ونتوقع كما نلاحظ في هذه المنطقة اللي هي مناطق تقريبا مناطق بادية الشام وجود رياح شديدة، الأمر الذي سيؤدي إلى تشكل موجات غبارية تتحرك باتجاه مناطق عدة من المملكة العربية السعودية. لكن مع ساعات ليلة الخميس على الجمعة يتوقع مع تعمق هذا المنخفض الجوي سنلاحظ الآن هذه الألوان البرتقالية ستتحرك باتجاه المملكة، وتصل المملكة تقريبا مع ساعات مبكرة من يوم الجمعة. نلاحظ الألوان هنا أسامة ينم على وجود رياح شديدة جدا في كافة مناطق المملكة اعتبارا من فجر يوم الجمعة وطيلة ساعات نهار يوم الجمعة، هبات شديدة جدا من الرياح متوقعة. سنعطي المزيد من التفاصيل اليوم لاحقا، ولكن نتوقع أن تتجاوز سرعة هبات الرياح حاجز 100 كيلومتر بالساعة في العديد من مناطق المملكة. هذا الأمر سيعمل على حدوث موجات وربما عواصف ترابية ضخمة حقيقة، قد تكون إقليمية الطابع في منطقة بادية الشام وتشمل المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة. وبالتالي توصياتنا في ذلك اليوم في يوم الجمعة بتثبيت مثلا بيوت الشعر في المناطق البادية، إغلاق النوافذ بإحكام خاصة في المناطق المكشوفة التي تتعرض لعواصف ترابية، تثبيت المقتنيات الخارجية
وايضا الاهتمام بالمزروعات ومناطق التي تشهد او تضع بيوت بلاستيكيه. لا نتحدث عن الاغوار هنا، نتحدث عن مناطق السفوح الشرقيه من المملكه بمشيئه الله تعالى. هذا بالنسبه لموضوع الرياح، المتوقع ان يستمر يوم الجمعه. طقس سيكون عاصف من ناحيه سرعه الرياح، رياح نشطه وشديده طوال الوقت، التي توقع ان تهدى تدريجيا مع ساعات مساء يوم الجمعه، التي كما نلاحظ مساء يوم الجمعه تبدا الرياح بالتراجع لكنها تبقى نشطه للغايه بالمقارنه عما ستكون عليه طبعا الاجواء من هدوء، سواء مثلا هذه الليله او يوم امس او حتى يوم غدا. ذات المنخفض الجوي طبعا اسامه مع دخول الهواء البارد يتوقع ان تتشكل جبهه هوائيه بارده مرافقه لهذا المنخفض الجوي. هذه الجبهه الهوائيه البارده يتوقع ان تعبر كما نلاحظ هذه كميات الامطار، يتوقع ان تعبر المملكه مع ساعات هذه الجبهه الهوائيه البارده مع ساعات صباح ايضا وفجر يوم الجمعه، وبالتالي يتوقع ان يرفق هذا المنخفض الجوي بهطول للامطار بمشيئه الله تعالى ليله الخميس على الجمعه، تحديدا صباح يوم الجمعه. الامطار قد تكون غزيره وايضا مترافقه مع الرعد وتساقط البرد، وربما تؤدي الى جريان كبير في الاوديه والشعاب وتشكل السيول في المناطق المنخفضه الشماليه والوسطى والشرقيه من المملكه. ولكن المنخفض الجوي سيتحرك سريعا والجبهه الهوائيه بعد ستتحرك سريعا نحو الشرق، وبالتالي مع ساعات نهار يوم الجمعه تتراجع فرص هطول الامطار. فرصه الامطار اسامة محدده تقريبا ما بين ساعات فجر يوم الجمعه وحتى ساعات الصباح المتاخره من يوم الجمعه، يعني فقط 6 إلى 9 ساعات، ولكن بفعاليه قويه من ناحيه يعني معدل غزاره الامطار، حدوث الرعد وتساقط البرد في المنطقتين الشماليه والوسطى والشرقيه من المملكه. هذا طبعا بالنسبه لذلك المنخفض الجوي الخماسيني. ايضا ذات المنخفض الجوي الخماسيني قد يجلب الليله وصباح يوم غد بعض الامطار الخفيفه الطينيه في بعض الاجزاء على شكل نقاط او زخات خفيفه جدا من الامطار التي تكون طينيه الطابع، نظرا طبعا لارتفاع نسب الغبار في الاجواء بمشيئه الله تعالى. فبالتالي كملخص لكل ما تحدثت عنه سابقا، يوم غد الاربعاء 25 درجة مئوية في العاصمة عمان، أكثر من ذلك في أودية العاصمة عمان. نتحدث هنا عن درجات حرارة تتجاوز المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بأكثر تقريبا من 10 درجات مئوية. الطقس يتحول تدريجيا يصبح مغبر. ليلة ليلة الأربعاء الخميس 14 درجة مئوية، يبقى الطقس دافئ نسبي في ساعات الليل بالمقارنة عن الليالي السابقة. تراجع إلى 19 درجة مئوية يوم الخميس مع رياح نشطة وطقس يبقى أيضا مغبر، لكن في ساعات الليل طقس عاصف رياح شديدة، درجة حرارة تهبط إلى 10 درجات مئوية، وأيضا يتوقع أن تهطل الأمطار في ساعات فجر يوم الجمعة وصباح يوم الجمعة. يوم الجمعة انقلاب تام على الأجواء أسامة، كما تلاحظ درجة حرارة العظمى 12 درجة مئوية، يعني درجة حرارة العظمى يوم الجمعة نهارا هي أقل من الصغرى الليلة القادمة. الليلة القادمة الصغرى 14، يوم الجمعة العظمى 12 درجة مئوية. طقس سيكون عاصف بشكل كبير جدا، مغبر بشكل كبير جدا في المناطق الصحراوية مع فرص الأمطار الرعدية مع البرد خاصة في ساعات الصباح. ليلة الجمعة على السبت تراجع درجة الحرارة إلى 4 درجات مئوية فقط، نلاحظ الانقلابات الحرارية ما بين يوم الأربعاء والجمعة، 4 درجات ليلة الجمعة على السبت، أجواء تصبح باردة بل وتكون شديدة البرودة في بعض مناطق البادية والسهول الشرقية وبعض طبعا قمم جبال الشمال. هذا تقريبا كملخص عام لما هو متوقع من هذه المنظومه الجويه خلال تقريبا ال 72 ساعه القادمه. عوده اليك طبعا اسامه. 100% محمد، يعني الله يعطيك الف عافيه، شرح تفصيلي وافي، وما كمان يستدعي انه ان شاء الله خلال الايام القادمه موقع طقس العرب يطلق تحذيرات للمواطنين بالاردن وبشكل عام كمان برضو بالخليج بالسعوديه بالاخص، على ما يبدو انه كمان زي ما حكيت محمد من حكيك انه الموضوع راح يكون اقليمي ليس فقط في الاردن، وممكن ياثر على جزء كمان من الدول المجاوره لنا ولطبيعتها الصحراويه، وعم نحكي احنا كمان مناطق البادية، فعم نحكي عن كمية غبار ممكن تكون ضخمة. ولكن محمد عندنا تصور لكمية الغبار ممكن تكون بعمان وباقي محافظات المملكة، يعني هل ممكن تكون عمان فيها كمية غبار ضخمة أيضا أثناء تأثير هذا المنخفض؟ يعني ممكن يكون في كميات غبار قياسية ما شفناها قبل؟ يعني إحنا نتوقع في مناطق بشكل عام الشمالية والوسطى الجبلية والجنوبية أن يكون هناك ارتفاع تدريجي في نسب الغبار
اعتبارا من ساعات صباح يوم غد الاربعاء وبشكل تصاعدي، فبالتالي الطقس سيكون مغبر، ولكن ما في اشارات اليوم تتحدث عن وجود مثلا عاصفه رمليه على عمان او على بعض محافظات المملكه الغربيه في الوقت الحالي، لكن ذلك طبعا نتركه الى المتابعه الميدانيه لصور الاقمار الاصطناعيه، هل تتشكل احيانا هناك غبار منقول، يعني بمعنى اخر تتشكل احيانا عواصف رمليه في مصر مثلا وتنتقل الى المملكه. ولكن حتى اللحظه ما هو واضح بان الطقس سيكون في هذه المحافظات عباره عن طقس مغبر، هناك ازدياد في نسب الغبار في الاجواء سواء في ساعات نهار يوم الاربعاء او ليله الاربعاء على الخميس او حتى ساعات نهار يوم الخميس بشكل عام. اما في المنطقتين الجنوبيه الصحراويه اي الباديه الجنوبيه والباديه الشرقيه، لا نتوقع وجود عواصف ترابيه تعيق بشكل تام احيانا مدى الرؤيه الافقيه والحركه والتنقل يوم الخميس، ويوم الجمعه نتوقع المزيد من العواصف الترابيه والرمليه الشديده حقيقه التي قد تكون الاقوى منذ عده سنوات في مناطق الباديه الجنوبيه ومناطق الباديه الشرقيه، وبشكل ايضا كما ذكرت قد يؤثر بشكل تام على يعني حركه الشحن والحركه الحدوديه، حتى وان كان طبعا يوم الجمعه يوم حظر شامل، ولكن هناك بعض الامور تتحرك في مناطق الحدوديه، فهذا هو متوقع. بالنسبه أسامة للمملكة العربية السعودية، يراقب طبعا دائما مركز طقس العرب يعني وجود احتمالية لتشكل عاصفة رملية ضخمة قد تكون الأقوى منذ سنوات طويلة تؤثر على كافة مناطق المملكة العربية السعودية ومناطق الخليج العربي، دول الخليج مثل الكويت، البحرين، قطر، وحتى دولة الإمارات، وأيضا بكافة مناطق بما فيها العاصمة الرياض التي ربما تتعرض ل يعني هبات قوية جدا من الرياح ليلة الجمعة على السبت، مع وجود طابع لعاصفة رملية تعيد إلى الأذهان عاصفة رملية تأثرت بها تلك المناطق بوقت سابق في عام أعتقد يعني ب 2015 أو 16 أو في ذلك الفترة، سميت في ذلك العام عاصفة رملية كانت إقليمية، سميت في ذلك الوقت بالعاصفة مظلمة، وذلك بسبب أن في تمام الساعة 12 ظهرا في بعض مناطق المملكة العربية السعودية كان عندما تطفئ أنوار المركبات لا يمكن أن ترى شيء، واللون أسود هو يعني كأنك في منتصف الليل، فسميت بالعاصفة مظلمة بسبب جفاف الموسم المطري في المملكة العربية السعودية لهذا العام. هناك موسم وواقع مطري مرير في جنوب الأردن مثلا كما تحدثنا سابقا، وفي المملكة العربية السعودية وفي الخليج، هذا الأمر في العادة يزيد من فرص حدوث العواصف الرملية في الربيع التي قد تأخذ طابع الشدة بسبب نقص الأمطار وتفكك التربة في ذلك الموسم المطري. 100% محمد، يعطيك العافية. إذن ملخص الحديث ممكن أنا أختصره بجملة، أنه إحنا أمام منخفض خمسيني مبكر، يمكن أن يقوم مركز طقس العرب بعد المراقبة خلال الساعات القادمة بتصنيف هذا المنخفض الخمسيني إما من الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة، لأنه يتميز بسرعة رياح شديدة، وممكن تكون أيضا كمية أمطار لا بأس فيها مش قليلة بعدد ساعات قليلة. الله يجيب اللي فيه الخير محمد. وأنا كمان بدي أستغل وجودك يعني معاي بشكل سريع. بعرف يمكن هاي الأجواء بالنسبة لبعض الناس نقمة، ومنهم أنا، يعني ما عندي مشاكل تنفسية، ولكن يعني خلص نفسيا بتحس حالك كل شيء طعم غبرة، عم تتنفس غبرة، مقلقة شوي لكثير من الناس أو لغالبية الناس هاي الأجواء، ما بالك كمان لمرضى الجهاز التنفسي، فبنتمنى أيضا كمان يأخذوا احتياطاتهم أكثر. أو حتى وأيضا مرضى أنا كمان كورونا بدي... يعني كمان نعم. يعني مرضى كورونا الآن بسبب هذا الانتشار للأسف الواسع في المجتمع الأردني، يعني الغبار يزيد من صعوبات بعض يعني خلينا نسميها الاعراض التي تترافق مع هذا المرض، لا سيما اهمها في الجهاز التنفسي. بالتالي احنا يعني ندعو الجميع الى اغلاق النوافذ، احكام اغلاق النوافذ في ظل هذه الظروف الجويه المتوقعه في عطله نهايه الاسبوع. تفضل اسامه، بعتذر عن المقاطعه. لا مش مشكله، انا بدي كمان يعني اكمل. يا اخي اليوم مش عارف، سياره الغاز مرت اكثر ما حكيت، صوتها طالع والله العظيم كثير مره استمرت سياره الغاز في الشارع. المهم يعني بدي احكي للاخوان المواطنين، اهم شيء خلال الغبار الكثيف وخلال موجات الغبار الكثيف تجنب الخروج من البيت عند وجود موجات الغبار الكثيف.
محمد واغلاق النوافذ واستخدام فلاتر الهواء داخل المنزل. ايضا كمان ننصح كمان المتابعين امكانيه وضع اقمشه مبلله على اطراف النوافذ لضمان عدم مرور الاتربه للداخل ودخولها للمنازل، ارتداء قناع الوجه لحمايه الجلد من الغبار، الناس اللي بتحسسوا من موضوع الغبره، تغطيه الانف والفم لحمايه الجهاز التنفسي من دخول جزيئات الغبار، وارتداء النظارات لتجنب يعني تعرض العين برضه كمان للغبار، ايضا تجنب تعرض الناس للغبار لفتره طويله، وعدم الجلوس في الاماكن الخارجيه، اغلاق نوافذ السيارات لما نكون بمشوار برا، نتاكد انه الادويه معانا اذا كنت مصاب لا سمح الله بمرض زي مرض الربو عشان تتمكن من السيطره على اي نوبه قد تصيبك، لانه هاي كمان بالنسبه لمرضى الربو بترفع امكانيه تعرضهم للنوبات، وايضا كمان الابتعاد عن تناول الاكل المصنوع او المكشوف خارج المنزل، ممكن يكون معلق كثير في اتربه، وكمان نتمنى من اخواننا اصحاب المطاعم الانتباه، في ناس مثلا بيكون زي مطاعم الشاورما سيخ الشاورما مقابل للشارع ممكن يتعرض لاتربه، فكمان ندعوهم انهم ينتبهوا على موضوع الاكل، وايضا اهم شيء شرب كميات مناسبه من الماء وكميات كثيره، لانه احنا عم نحكي زي ما تفضلت محمد في عندنا الاجواء جافه راح تتميز خلال الايام القادمه قبل ما يكون في مطر. نعم، وايضا كمان عدم فرك العينين لتجنب خدش القرنيه، وغسلها جيدا وغسل الوجه. نتمنى انه هاي الاجواء تمر سريعه، يعني انا صحيح مش متحمس ابدا، ولكن الحمد لله رب العالمين، كل ما بيجيبه رب العالمين لنا خير والله يجيب اللي فيه الخير ان شاء الله محمد. وانا بدي ادعو جميع متابعين طقس العرب بانكم تابعوا اولا باول تحديثات الطقس، لانه في عندنا حاله جويه ايضا مهمه راح تاثر علينا، اللي حاله خماسينيه بتهم الكل عشان ياخذ احتياطاته ويعرف بالتحديد يعني متى راح يبلش هذا المنخفض الخماسيني ومتى راح يخلص. محمد ان شاء الله يومك يكمل على خير، يومنا يكمل على خير، اسعد الله صباحك وصباح المتابعين اول جديد، بدي اشكر وجودك معنا يعطيك العافيه، وايضا بدي الله يعافي عمرك، وبدي احكي لجميع متابعينا انه احنا هيك وصلنا لنهايه برنامج جوك لليوم، وشكرا على حسن متابعتكم، شكرا على حسن وجودكم معنا، بنذكركم دائما برنامجنا يبدا كل يوم صباحا بتمام الساعه 7:30، غدا راح يكون مع الزميل سالي فريتخ، وراح ارجع التقي فيكم ان شاء الله يوم الخميس القادم بتمام الساعه 7:30، دمتم سالمين، الله معاكم، شكرا وجودكم معنا، شكرا محمد يعطيك العافيه، الله معك، باي باي.